بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض دروس سي بلس بلس. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده وهي الفاريبل. يعني ايه فاريبل؟ الفاريبل يا جماعه يعني متغير. طب يعني ايه متغير؟ ببساطه كده، احنا لو عاملين برنامج وقايلين فيه ان احنا عندنا مجموعه ارقام او حسبه بنحسبها او اي حاجه، لو جيت قلت له كده سي اوت 5 + 3، البرنامج عادي هيشتغل معايا عادي جدا. بس البرنامج ده وظيفته في الحياة ان هو بيعمل 5 + 3 بس، ما بيعملش اي حاجة تانية، بيطلع لي 5 + 3. لو عايز 6 + 3 ما بيطلعهاش. طب ليه؟ لان الرقم ده ثابت، رقم انا مدخله ثابت جوه البرنامج. طب هو مش من حق المستخدم ان هو يدخل الارقام دي؟ طب هو انا لما اقفل البرنامج وافتحه الرقم ده هيفضل ثابت عندي؟ هيفضل متخزن في الذاكرة ولا هو مجرد حاجة بتطبع وخلاص؟ هينفع استخدم 5 + 3 دي تاني ولا كل ما احتاج استخدمها هقول له 5 + 3؟ طبعا مفيش ولا حاجة من دول هتتنفذ، لان انا قايل له بس اطبع لي الناتج، لا بحتفظ بيه ولا بقدر استخدمه تاني. طب عشان احتفظ بالقيم دي لازم استخدمها جوه حاجة اسمها الفاريابل. طيب الفاريابل دوت بيبقى بيتعرف ازاي او بيتعمل ازاي عندي في السي بلس بلس؟ اي فاريابل في الدنيا ليه variable type، ليه نوع. النوع دوت بيبقى اسمه في لغة البرمجة data type، نوع البيانات اللي بتتكتب جواه. طب ايه انواع الداتا تايبس الاساسية اللي احنا بنستخدمها؟ احنا النهاردة هنتكلم على انواع اساسية موجودة متبرمجة جاهزة جوه الكود بتاعي. تمام، هتكلم عن حاجة موجودة already جوه البرمجة بتاعت السي بلس بلس. اول نوع حاجه اسمها انت. انت دوت رقم صحيح، تمام، اكبر رقم فيه 2 أس 4، تمام، المساحه بتاعته في الميموري 4 بايت، تمام كده. مش 2 أس 4 بالظبط، هو بيبقى 2 أس 31، لان البايت 8 بت، فاحنا بنضرب 4 × 8 اللي هي 32، والترقيم بتاعنا بيبدأ من 0 لحد 31، دول 32 خانة اللي هو بيحجزهم. طب هو بيحجزهم ازاي في الذاكرة؟ بيبقى صندوق موجود جوه الميموري بيتحط جواه البيانات بتاعتي. تمام، تاني نوع عندي نوع اسمه فلوت. فلوت ده ارقام صحيحة وارقام غير صحيحة، بيبقى فيه كسور، المساحة بتاعته برضو في الميموري 4 بايت. في عندي بعد كده حاجة اسمها دبل. دبل ده برضو أرقام صحيحة وغير صحيحة، مساحته في الميموري 8 بايت. في عندي بعد كده حاجة اسمها لونج انت. ايه اللونج انت دوت؟ هو انتجر عادي بس المساحة بتاعته 8 بايت، انا قلت له وسع لي الانتجر ده شوية. في عندي حاجة اسمها كار. كار دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن حرف، حاجة بتاخد حرف واحد، المساحة بتاعته في الميموري 1 بايت. في عندي بعد كده اسمه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، البوليان بول. ايه البوليان دوت؟ البوليان دوت نوع variable بياخد مني true او false بس، ما بياخدش مني اي نوع بيانات تاني. يبقى دي اول حاجة احنا محتاجين نعرفها عن variable. طب الانت والفلوت والدبل دول البرنامج بيعرفهم ازاي؟ دي دوال او طرق تعريفات جاهزة ليها function وclasses بتاعتها جوه اللغة نفسها، زي بالظبط كلمة سي ان وسي اوت، دي من ضمن syntax بتاعت اللغة، حاجات جاهزة ومتبرمجة جوه اللغة. طيب تاني حاجة بتتعمل للفاريابل، بعمل له فاريابل نيم. طب ايه الفاريابل نيم دوت؟ الاسم بتاع الفاريابل، عايز اسميه ايه؟ بس في شوية شروط لازم اتبعها. لازم يبدأ بحرف، يعني ما ينفعش اجي اقول له variable بيبدأ بالرقم مثلا 3، ما ينفعش اجي اقول له variable بيبدأ بكلمة underscore، ما ينفعش اقول له variable في مسافة في اسمه. تمام، طيب ممكن يكون جواه حروف؟ can contain a numbers، وكمان غير النمبرز بيبقى ممكن احط فيه علامة الدولار ساين واحط الاندرسكور،
بس يبقوا في وسط الكلمة، ما ينفعش يبقوا أول حرف. تمام. طيب بعد كده في عندي حاجة كمان للفاريابل، بقول له الفاريابل بتاعي لازم يبقى ليه قيمة. انا علشان خاطر ادي له قيمة بديها له ازاي؟ ان انا بقول له مثلا انت اكس بيساوي رقم معين. طيب نتفرج على الكلام ده في الكود هيبقى عامل ازاي. ادي المين بتاعنا، احنا كل ده بنكتب جوه المين اهو. هاجي هقول له انت اكس، وممكن انزل بعديها في سطر جديد اقول له اكس بتساوي 5، وهقول له سي اوت للاكس، وهعمل ران دلوقتي. دلوقتي الاكس بقى فيها 5 وعرضت لي الخمسة اهي. طيب ينفع اقول له انت اكس كده تساوي 5 على طول واعمل ران؟ ينفع عادي جدا، ما عندوش مشكلة، في سطر واحد في سطرين ما عندوش اي مشكلة. طب ينفع اعرف اكتر من variable في نفس السطر؟ ينفع، هقول له انت اكس كوما واي كوما زد كوما ام كوما اي عدد احنا عايزينه، وانهي السطر بتاعي بالسيمي كولون. طيب هو انا دلوقتي الواي والزد والام دول اتخدوا قيم؟ لا ما خدوش عندي قيم، اقدر ادخلهم بعد كده عادي جدا مفيش فيها مشكلة، واقدر برضه اجي اقول له واي بتساوي كذا وزد بتساوي كذا وام بتساوي كذا. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.